كلية التربية تعد من كليات القمة الموجودة في مصر لأن هي السنة دي واخدة من 93%. كلية طبعاً تربية يعني بتخرج مدرسين. كلية ليها ميزة عن بقية الكليات التانية إن هي بتاخد اللي بيدرس فيها بياخد مواد تربوية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت لو خرجت كلية آداب بتيجي بعد كده بعد ما تخلص الأربع سنين تعملي دبلومة تربوية لمدة سنة أو سنتين على حسب ما أنت عايزة. لو ألسن اللي هي المفروض برضه من كليات القمة لازم تيجي على تربية تعملي اللي هي الدبلومة التربوية. نفس الكلام في علوم ونفس الكلام في دار علوم في اللغة العربية. كل الكليات أي حد عايز يخش مجال التدريس لازم بيجي عندنا الكلية يعمل الدبلومة التربوية دي. لكن احنا في التربية كل الأقسام بتاخد المواد التربوية على مدار الأربع سنين، بيكون عددهم تقريبا 24 مادة منهم أربع مواد ثقافي بس، فدي بتأهلك إن أنت تشتغل مدرسة عادي. بنتكلم دلوقتي عن الأقسام في التربية. التربية مش متخصصة الأدبي بس ولا العلم بس، هي بتاخد من أدبي وعلمي، واحنا عندنا كلية منقسمة لنوعين عام وأساسي، وبيعتبروا أصلا في التنسيق ده كلية وده كلية تانية لوحده. تمام؟ عام ليه أقسام وأساسي ليه أقسام، أدبي ليه أقسام وعلمي ليه أقسام. فتعالوا ناخدها كده واحدة واحدة. أول حاجة أدبي. أدبي بينقسم لعام وأساسي. أساسي ليه تلات أقسام بس اللي هما إنجليزي وعربي ودراسات اجتماعية. في كل قسم من الأقسام ديت بيكون ليه شروطي عشان تخشيه. قسم عربي بيكون على طول مفتوح. قسم المواد كان مفتوح في السنين اللي فاتت كلها، بس دي السنة اللي فاتت واتحط له درجة اللي هو 209 في اللي هي تكون درجات في الجغرافيا والتاريخ والفلسفة وعلم النفس. لازم يكون الطالب حصل على درجات مجموع الدرجات بتاعة المواد دي 209 عشان يقدر يلتحق بقسم المواد. قسم إنجليزي بيحدد درجة معينة. طب الدرجة دي بتكون على أساس إيه؟ بيكون على أساس إن في مثلا 500 طالب متقدمين لقسم اللغة الإنجليزية، تمام؟ فاحنا القسم عايز 200 بس، فهو بيشوف درجاتهم قد ايه ويحط درجه متوسطه بحيث ان هو ياخد ال 200 بس من 500 دول. تمام؟ ده بالنسبه للاساسي. السنه اللي فاتت كان واخد من 44.5 انجليزي اساسي. عام بيكون ليه 8 اقسام اللي هم قسم اقسام اللغات اللي هي عربي وانجليزي والماني وفرنساوي، وفي تاريخ وفلسفه وعلم نفس وجغرافيا. تعالوا ناخدهم كده كل قسم بسرعه. قسم عربي بيكون هو قسم مفتوح اي حد ممكن يخش فيه. تمام؟ القسم ده بينقسم جواه لشعبتين، يا اما عربي عام يا اما عربي تربيه خاصه. نفس الكلام في قسم الانجليزي. طب يعني ايه تربيه خاصه ديت؟ تربيه خاصه مش ان انت تدرسي في مدارس خاصه، لا، ان انت تدرسي ذوي احتياجات خاصه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت وانت بتدرسي نفس المواد اللي بيدرسها بتاع عام عادي خالص، بس بتدرسي ماده زياده اللي هي بتكون تخصص في اعاقه معينه، اللي هو مثلا اعاقه سمعيه، اعاقه بصريه، اعاقه ذهنيه. ازاي انت تدرسي للطلبه دول؟ تمام؟ انا بالنسبه لي يعني نصيحه للناس بتاعت اللي هتخش عربي او انجليزي واللي عايزين يخشوا تربيه خاصه، نصيحه ان هم يخشوا تربيه خاصه. ليه؟ لان احنا لما بنخلص تربيه عام واي حد مثلا عايز يسافر ولا عايز يشتغل في المدارس دي بيروح يعمل دبلومه تربيه خاصه، لكن بتاع تربيه خاصه ما بيكونش محتاجه لان هو كده كده واخد المواد دي زياده عن المواد اللي بيدرسها بتاع عام. فهو يعني اللي حابب ان هو يشتغل في المجال دوت ياخد يخش تربيه خاصه من الاول. قسم اللغه العربيه السنه اللي فاتت كان مقفول في التربيه الخاصه لان هم كانوا متفقين بالعدد الموجود، بس ممكن يفتحوه السنه دي. قسم اللغه الانجليزيه كان مفتوح عادي. وكمان في ميزه في قسم اللغه الانجليزيه، السنه اللي فاتت كان واخد مثلا من 47 درجه القبول في القسم. قسم تربيه خاصه انجليزي كان واخد من 46، فيعني ممكن اللي جاي يقدم ويكتب الرغبات يكتب الرغبة الأولى إنجليزي عام والرغبة الثانية إنجليزي تربية خاصة، بحيث إن هو لو درجته ما جابتش إنجليزي عام يخش تربية خاصة، وكده كده هو هو المحتوى وهو هو مجال الشغل، بل بالعكس تربية خاصة بيكون زيادة في الشغل عن أي حد تاني. تمام؟ ده بالنسبة لقسم إنجليزي وعربي. قسم ألماني. ألماني يعني قسم نظيف في الكلية، يعني قاعاته نظيفة، دكاترته من ألمانيا كده. السنين اللي فاتت كان بياخد 40 طالب 30 طالب على حسب اللي هم مقفلين الدرجه في الالماني. السنه اللي فاتت الامتحان الالماني كان سهل قوي، فكان مقفلين الالماني في الكليه 120 واحد، فالدفعه كانت 120 واحد. السنه دي ممكن لو العدد زاد ممكن يعني يعملوا اختبارات عشان يقبلوا في القسم، ممكن ما يعملوش زي السنه اللي فاتت. اللي بيعمل اختبارات بقى قسم فرنساوي.
بيحط درجه، مش لازم تكون مقفله الماده، بس السنه اللي فاتت كان واخد من 38.5. ياخد مثلا 100 طالب ويعمل لهم انترفيو ويقعد يعمل مقابله شخصيه معاهم، وبعد ما بيعمل مقابله شخصيه معاهم بيختار مثلا 40 طالب هم دول اللي هيخشوا القسم. طب والتانيين بيعملوا ايه؟ بيخشوا تاني رغبه كانوا كاتبينها. يعني انا مثلا كنت كاتب انجليزي وفرنساوي وعربي، فما جاليش انجليزي مثلا، وبعد الفرنساوي دخلت الفرنساوي وما اتقبلتش، فاروح عربي الرغبه اللي بعديها على طول. طب افرض مثلا درجتي مش جايبه عربي، اخش الرغبه اللي بعديها على طول. تمام؟ يعني هو تنسيق داخلي عامل زي تنسيق الثانويه العامه بالظبط. ده بالنسبه للاقسام اللغات. هنيجي لاقسام علم نفس وتاريخ وفلسفه وجغرافيا، هم كلهم تقريبا زي بعض. مجال الشغل فيهم بيكون في ثانوي بس. يعني لو بصينا الانجليزي هيشتغل من ابتدائي لحد ثانوي، عربي من ابتدائي لحد ثانوي، الماني يشتغل ممكن ثانوي ويشتغل ترجمه، يشتغل اي حاجه تاني، فرنساوي نفس النظام. لكن فلسفه وتاريخ وعلم نفس والناس ديت كلها بتشتغل في الفتره بتاعه ثانوي بس. تمام؟ وممكن بتاع تاريخ وجغرافيا يشتغل مدرس دراسات اعدادي، وممكن يشتغل ابتدائي، ممكن يبدا حضانه عادي يعني، ما تفرقش. تمام؟ ده بالنسبه للفرق بين عام واساسي. في فرق في الدراسه؟ في فرق في الدراسه. الفرق في الدراسه بيكون في ايه؟ بيكون في ان بتاع عام بيدرس لاعدادي وثانوي، فلازم يكون المحتوى العلمي اللي بياخده اكبر من اللي بيدي ابتدائي واعدادي اللي هو بتاع اساسي، فبيكون مواد التخصص اكبر من مواد التربوي. عام في الغالب بيدرس 5 تخصص و3 تربوي، واساسي بيدرس 3 تخصص بس، يعني 3 تخصص طوال، يعني بياخدوا مثلا من كل حته من كل ماده في التخصص شويه ويخليهم 3 مواد، وبيدرس 5 مواد تربوي. تمام؟ بنيجي بنتكلم برضو عن ايه الفرق بين مواد التخصص ومواد التربوي. مواد التخصص بتكون في التخصص نفسه، يعني مثلا تخصص لغه عربيه يبقى تدرس في تخصص لغه العربيه اللي هو النحو وادب وبلاغه والكلام دوت. في القصه في الانجليزي هتدرس قصه ودراما وادب، نفس الكلام برضو في الاقسام الثانيه. طب التربوي ده عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن مثلا مبادئ علم نفس، مناهج، طرق تدريس، اداره مدرسيه، اشراف تربوي. احنا عندنا في الكليه 6 اقسام تربوي، 6 اقسام دول كلهم بيدرسوا لك في خلال الاربع سنوات. تمام؟ اقسام علم بقى، علمي عام واساسي. اساسي ليه قسم واحد اللي هو علوم، بس علوم ده بينقسم لحاجتين، في علوم عربي وفي علوم انجليزي. علوم انجليزي ده اللي هو لما بيتخرج بيدرس في مدارس اللغات. تمام؟ وعلوم عربي بيدرس في المدارس العربي العادي سواء خاصه او حكومه. تمام؟ بس هي الفكره بقى ان سواء يعني علم انجليزي دوت اللي هو بيدرس الماده العلمي بالانجليزي ده حلو في شغله بعدين، بس في مش حلو في الكليه. ليه؟ لان اول حاجه بتدرسي الدراسه كلها بتبقى بالانجليزي. تمام؟ طبعا انت محتاجه ان انت تذاكري العربي وتحفظي المصطلحات دي بالانجليزي. بتدفعي مصاريف زياده عن الكليه، يعني مثلا مصاريف الكليه لو لعلمي 750 بتيجي تدفعي عليها 3000 جنيه كل سنه. تمام؟ لو شلت مادة لا قدر الله يعني تدفع عليها 150، في العادي بتدفعي 50. تمام؟ بس الفكرة إن أنت يعني كل الفلوس اللي بتدفعيها في الكلية ديت تتعوض بعدين، يعني بعد سنة ولا اتنين هتجيبي أضعافهم. تمام؟ ده بالنسبة للأساسي. عام ليه 3 أقسام اللي هما كيمياء وفيزياء وأحياء. نفس الثلاث أقسام دول بس فيهم دراسة بالإنجليزي اللي هما فيزيكس وبيولوجي وإيه تاني؟ وكيمستري. تمام؟ وينفع يدرس ده وينفع يدرس دوت. الاقسام بس بتاعت عربي بتحط درجه معينه عشان تقبل فيها. فيزياء بيكون مفتوح عشان اللي ما يقبلش في كيمياء وما بيقبلش في احياء بيخش فيزياء. لكن اقسام علم الثانيه اللي هي انجليزي بتقبل اي حد، يعني في الغالب بتكون مفتوحه الا قسم كيمياء انجليزي لما كان عليه اقبال السنه اللي فاتت حطوا له درجه 104.5 اللي هي درجه الكيمياء زي درجه الانجليزي، بحيث ان هم يقللوا العدد شويه اللي داخل القسم. يعني هم لقوا 400 طالب متقدمين لكيمياء انجليزي بس، فحطوا لهم درجه بقوا 150 بس. فاهمه؟ بس كده كده الدراسه في اقسام علمي بتكون تقيله شويه، والدكاتره بتكون رخمه شويه. خلاص؟ فاللي بيخش علمي يعني ما يستهونش خالص، واللي يخش تربيه عامه ما يستهونش بيها خالص. يعني زي ما كنت بتذاكر في ثانوي هتذاكر في جامعه. مواد التخصص في علمي انت لازم تحضر المحاضره، ولازم السكاشن اللي انت بتاخدها دي لازم تحضرها، لان انت لو ما حضرتش السكشن مش تفهمه، وهتخش تمتحن ممكن يجي لك التجربه اللي انت ما حضرتهاش ديت، فمع السلامه كده هتشيل الماده. خلاص؟ فلازم انت تخلي بالك كويس في اقسام علمي ديت، سكاشن، محاضرات، ما تفوتش منها اي حاجه. اقسام ادبي كده كده اللي هتفوته
هتاخد الورقة وهتذاكره هتحفظه، لكن علم انت لازم تفهم الكلام ده كويس، فاهمة؟ ده بالنسبة للدراسة في علمي، تمام؟ الدراسة في الكلية عامة بقى، ان انت لازم تذاكر، على قد ما هتذاكر على قد ما هتجيب تقدير. ما تخليش حد يقولك ان انت هتذاكر وهتسقط، يعني هي مش معقولة، مش منطقية ان واحد يذاكر ويسقط. بس في واحد بيذاكر صح وفي واحد بيذاكر غلط. في واحد يجي مثلا في مادة تربوي وماسك كتاب 200 ورقة وعمال يحفظ فيه، طب ما انت ضيعت وقتك كله في ال 200 ورقة دول، هتيجي في مادة تانية هتكون زهقت، حتى لو ذاكرتها دماغك اتحشرت بال 200 ورقة دول. لا، هي هو التربوي معروف الكلية، بتذاكر المنظمة وتخش تحل خلاص، يعني مش هتنقص. الدكتور قالك هتنقص؟ لا مش هتنقص، الدكتور نفسه كان بيذاكر من المنظمة دي، تمام؟ التخصص ذاكره من الكتب، ما تعتمدش على ملازم خالص. اللي يقولك انا عامل ملازم وانا وانا، سيبك منه، لان الدكتور بقى بتاع التخصص بيكون طالع عينه في الموضوع دوت، وبيكون ان هو حاطط كتاب وجامع مادة علمية، فهو مش بيستعصاش عليه ان هو يمسك الملزمة اللي معمولة بره ويجيب منهج براها خالص، تمام؟ ده في اقسام، يعني قسم عربي بيتهيألي ان انت سيبك من الملازم خالص، ذاكر من التخصص. حتى لو انا قلت لك انا عامل ملازم ما تذاكرهاش، بس انت تذاكر، يعني انت ممكن انت وزمالك تساعدوا بعض فتعملوا ايه؟ ملخصات لكل ماده. انا مثلا مش هقدر الخص الخمس مواد، فذاكر مثلا الملخص بتاع محمد في الماده ديت، فخلاص انا فهمت الملخص، لان ده اللي هيذاكره محمد وهو ده اللي هيمتحنه. لكن بتاع المكتبه عايز يعمل ايه؟ المنهج كله في 10 صفحات، فيروح الطالب الفاشل عايز يذاكر المنهج كله من 10 صفحات، فيخش الامتحان يكتب 5 صفحات من 10 صفحات فيشيل المادة، تمام؟ ذاكر في الكلية. الدراسة مش رخمة قوي زي ما انت متصور، لا، ممكن اول شهر تقضيه عادي، تعرف صحابك في الكلية وتحضر محاضرة او محاضرة لا، بعد كده تبدأ ان انت تحضر محاضراتك وتعرف الدكاترة. اهم حاجة في الكلية ان انت تعرف دماغ الدكتور ماشية ازاي، الدكتور بيركز على ايه وما بيركزش على ايه. ممكن الدكتور يديك 100 صفحة، بس ال 100 صفحة دول فضل شهر كامل يدي في 20 صفحة، يبقى ال 20 صفحة دول جايين سؤال اكيد في الامتحان، خلاص؟ اعمال السنة 20% من التقدير، فانت 20% من التقدير ما تضيعهمش، لان هو اعمال السنة لو حصلت عليها كاملة هتخليك من مقبول تجيب جيد جدا، ومن جيد هتخليك تجيب امتياز، فاوعى تفرط فيها. ازاي ما فرطش فيها؟ لو الدكتور بيدي اعمال سنة على الحضور احضر له، لو بيدي اعمال سنة على كتاب اشتري له كتاب، لو بيدي اعمال سنة على الشيت حلله الشيت، لو بيدي اعمال سنة على ابحاث اعمله الابحاث. يعني اعمل كل حاجة للدكتور بحيث ان انت معاك حاجة تسندك بعدين، ان انت مثلا المادة من 150 في 120 على الورقة، لو دخلت وجبت 90 في الورقة انت كده كده معاك 30 اعمال سنة، فال 30 هتخليك تجيب جيد جدا. يعني انت لو دخلت الامتحان وسبت سؤال ب 30 درجة وحليت بقية الامتحان كويس هتجيب جيد جدا. انت كطالب تربية هتبقى مدرس، فكل البنات اللي بيكونوا في تربية بيكونوا مكسوفين، يعني واحدة مثلا تتكسف تتكلم قدام طلبة، تتكسف مثلا واحد يتحرج يقوم يتكلم قدام زمايله في المدرج، ده كده يعني اللي بيتكسف دوت مش هيشتغل بعد ما يتخرج، ولو اشتغل هيشتغل في مدرسة تعبانة. لأن المدارس قبل ما بتسألك على تقديرك وقبل ما بتسألك أنت كلية إيه بتقولك اشرح لي درس، فأنت إزاي هتشرح درس وأنت مش عارف تقوم تتكلم كلمتين قدام طلبة؟ فأول حاجة لازم تدرب نفسك عليها من أول ما تخش الكلية لحد ما تتخرج، إزاي أنت تتكلم قدام عدد، إزاي تشرح درس، إزاي تعرف تسكت فصل، خلاص؟ المواد التربوي على قد ما هي دش وخلاص و90% منهم ملوش لازمة، بس في 10% لازم تستفيد منه. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا خدت المادة التربوي ديت ودرستها، أكيد في حاجة هتفيدك منها. يعني مثلا خدت مادة فروق فردية، استفاد من مادة الفروض الفردية دي في نقطة واحدة بس تقدر توظفها داخل الفصل بتاعك. في مادة طرق التدريس، أنا لما كنت أخد مادة طرق التدريس دي كنت أعمل إيه؟ خدنا مثلا تدريس النصوص، أنا حفظت تدريس النصوص، بس أنا بقول لنفسي طب أنا أقعد أحفظ الكلام دوت وأجي بعد كده أذاكره؟ لا، وروح أنا جايب درس ومطبق عليه وشرحه كده عندي في كشكول. يعني كشكول ده يعني بالنسبة لي هو ده مستقبلي في التدريس، خلاص؟ أي حاجة تربوي استفاد منها في النقطه ديت وراح كاتبها في الكشكول دوت، ان انا دخلت فصل جديد ازاي اتعامل مع الطالب المشاغب، اتعامل مع الطالب المشاغب كذا، وراح انا كاتبها عندي في الكشكول. خلاص، هو الكشكول دوت انا مش هرجع لاي ماده تربويه، انا هرجع للكشكول دوت. لو رايح اعمل انترفيو في مدرسه بقرا بس الكشكول دوت واخش الفصل واشرح، تمام؟ اشرح لمدير المدرسه، اشرح لاي حد. انسى ان انت يكون عندك رهبه قدام اي حد موجود في الدنيا. لو انت عندك استاذ دكتور
بيديك وقال لك قوم اشرح لي البحث اللي انت كاتبه، ما تقعدش تهتز، لا اشرح ولا كأنه موجود. لو خايف من زمالك ان هم اشطر منك وممكن يغلطوك، اعتبر ان مفيش اي حد موجود في المدرج، وان انت بتشرح لنفسك. هتخاف من نفسك وانت بتشرح؟ مش هترتبك من نفسك وانت بتشرح قدام المرايه، بس اعتبر ان اللي قدامك دول مرايه وانت بتشرح لهم. بس هو ده اللي هينجحك، اشتغل على نفسك من اول يوم في الكليه. هو كده كده يعني من الحاجه الحلوه في تربيه ان اتحاد طلاب كليه التربيه كل سنه بيعمل كورس تنميه بشريه للطلبه. فالكورس دوت بيفيد الطلبه في الموضوع دوت، ان انت بتاخد ازاي تستغل عقلك، ازاي تفكر، ازاي تتعلم مهارات العرض قدام الناس. الكلام ده كله بيعملوا معسكرات، برضو المعسكرات دي بتفيد الطلبه كتير قوي. نصيحه مني ليهم يعني، اي حد بيخش تربيه حاول تمارس نشاط، حاول تخش في الاتحاد، حاول تنضم لاي اسره من الاسر. ما تجيش على دراستك عشان النشاط بس، خلي الدراسه رقم واحد والنشاط رقم اثنين. المدرس مش ماده علميه بس، لا، التدريس فن. الفن ده هيجي لك من خلال ان انت توصل المعلومه. عرفت توصل معلومه، ان انت تقول له مثلا ان انا عامل نشاط كذا النهارده، انت قدرت توصل معلومه اهو، قدرت تتكلم قدام مدرج. خلاص ينقصك الماده العلميه، هتعلمها من نفسك. الماده العلميه مش تاخدها من القسم بس، انسى ان انت القسم هيديك وتبقى انت مدرس جامد قوي من القسم، لا، انت ابدا اشتغل على نفسك. ابدا يا عم ادي دروس لعيال الشارع بتاعكم، تعالوا انا هديكوا درس ببلاش. بس انت ما بتديهمش، اديهم درس ببلاش عشان انت اللي تتعلم مش هم اللي يتعلموا، عشان انت تاخد خبره في المنهج ده. انا خدت خبره في المنهج ده السنه دي، نزلت سنتر السنه الجايه ونزلت سنتر السنه اللي بعديها، خلاص انا حفظت المنهج دوت. هنزل انترفيو في مدرسه، المدرسه دي مش هتسيبني لان شايفيني عندي ماده علميه وعندي ان انا اقدر اوصل معلومه للطالب وعندي كورسات. خلاص لا تعالى. طبعا الاي سي دي ال الغلطه اللي انا غلطتها ان انا خدته بعد كليه، تمام؟ انت ما تغلطش غلطتي، ابدا خده من سنه ثانيه، من سنه اولى. انا لما رحت خدت الكورس لقيت عيال في ثالثه اعدادي بتاخده، يعني بقول يا ريتني كنت خدته وانا في ثالثه اعدادي. ليه بقى؟ لان كورس انت هتحتاجه في الكليه، الدكتور هيقول لك حضرت درس واشرحه. لما انت تحضر درس للدكتور على الباوربوينت وتشرحه مثلا على بروجيكتور، الدكتور هينبهر بيك، خلاص هيديك اعمال السنه كامله، انت ممتاز يا ابني، خلاص خدت اعمال السنه كامله، عملت بحث على الورد وظبطته وطوعته احسن ما تكتبه خط ايدك. هي الفكره في كده، هيفيدك في الكليه وهيفيدك بعد الكليه، حتى لو ما اشتغلتش في تدريس ممكن تشتغل في حاجه ثانيه. يعني هي دي ماده اسمها تربيه عمليه. التدريب العملي دوت لازم اجباري على كل طالب، لدرجه ان الطالب ما ينفعش يشيل ماده من ثانيه ويطلع بيها ثالثه، لازم يخش سمر كورس في ثانيه ويطلع صافي ثالثه عشان يعرف يحضر التربيه العملي. التربيه العملي طبعا انت بتستفاد منها كتير قوي. كانت الاول انت بتختار انت واصحابك اي مدرسه وتنزلوا فيها، بعد كده بقى هم يختاروا لك انت ويختاروا اصحابك اللي هتنزل معاهم. بعد كده النظام اتعدل، بقى انت تختار صحابك وتختار مدرستين، هم يختاروا لك مدرسه منهم. احنا عشان نبقى واضحين على يعني الابحاث نوعين، في دكتور بيقول لك اعمل بحث عشان تشتري الكتاب بتاعه من المكتبه، ولو رحت قدمت البحث ورقه مكتوب عليها اسمك ورقه ابيض مش هيبص فيه، خلاص. وفي دكتور بيقول لك اعمل البحث مش عشان الكتاب خالص، لا، هو عشان عايزك تتعلم وتبحث والكلام ده. وفي قسم عربي يعني الاغلبيه بتكون كده، يعني اللي بيعمل الموضوع عشان يشترك البحث عشان الكتاب دوت يعني تعدى على صوابع الايد الواحده، لكن الباقيين يعني ربنا يبارك لهم، اللي هو اي نعم بيتعبك ويطحنك بس بتتعلم. اللي هو مثلا بيديك كتاب وبيديك خمس ست موضوعات بس، انت مش يعني مش كفايه خمس ست موضوعات مثلا في الادب العباسي، الادب العباسي ده كان كبير جدا، فيديك ست موضوعات كمان انت تبحث فيهم، يديك الشاعر تجيب سيرته وشعره وكل حاجه عنه، فانت لما تجيبه هتتعلم، هتقرا، كفايه بس ان هو يخليك تعرف تقرا. الفكره ان مفيش طريقه معينه في المذاكره، ممكن الطريقه اللي بتاعتي ما تناسبش غيري، ممكن تسقط غيري اصلا، تمام؟ وممكن هو ليه طريقه معينه في المذاكره، بس هي الفكره بقى في ايه؟ الفكره ان انت تخلي مذاكرتك تدريجيه، بمعنى ان انا ما اقعدش اديش طول السنه واجي انسى في الاخر، لا، انا الطريقه بتاعتي بتكون عامله ازاي في المذاكره؟ ان انت طول السنه يا عم مش لازم تقعد تذاكر من اول يوم عشان ما تجيش تزهق اخر يوم، فاهماني؟ باجي اعمل ايه؟ من اول السنه انا عارف الدكاتره دول، تمام؟ عرفت مثلا دكتور كذا اسلوبه جديد شويه، بيدي محاضرات لازم اكون فاهمها عشان اعرف ايه؟ اعرف اذاكر، اعرف احفظ البتاع. يعني انا بالنسبه لي لما اجي احفظ شعر لازم اكون فاهم الشعر ده بتاعي، لو مش فاهم الشعر والنبي لو قعدت 100 سنه مش هحفظه، ولو فاهم الشعر ممكن احفظه مرتين ثلاثه واحفظه، رايتين ثلاثه واحفظه، تمام؟
فبقعد مثلا الشعر بكون حابب ان انا احفظه من اول السنه، اقعد احفظ شعري بس. طب والبقيه الكلام المقالي اقعد الخصه بس، يعني ممكن اقراه بس وما ذاكروش وما لخصوش، بس بعد ما يعدي اول شهر لا ابدا فوق لنفسك بقى وابدا الخص الكتاب. الكتاب مش هتذاكره زي ما هو كده، مش هيبقى عندي كتاب مثلا الصفه دي واقعد احفظ في كتاب الصفه دي اللي هو 300 صفحه، لا انا بشوف الدكتور ادى ايه وركز على ايه، واللي ركز عليه الدكتور ابدا انا الخصه، يعني كمان مش هذاكره كله. ليه؟ لان انت وانت بتذاكر حط قدامك برده الامتحان، يعني اقرا وتعلم واعرف المعلومه تمام، بس برده انت الامتحان حط المنهج على هيئه اسئله. واحلى حاجه ان انت تساعد زمايلك، مش لازم ان انت تعمل لهم ملازم ويبدعها، لا انت ممكن تسيب الملزمه يصوروها وهم بقى يذاكروا منها عادي، ما تقولش هم بياخدوا مجهودي والكلام ده، ما حدش هياخد من تقديرك. يعني لو انت جبت جيد جدا هم كمان هيجيبوا جيد جدا، ولو جابوا اعلى منك مش مشكله، يعني انتوا ما بتنافسوش على الاول على الدفعه، حتى لو بتنافس على الاول على الدفعه هتلاقي ربنا بيكرمك، بس يعني كفايه دعوات الناس ليك. حاول وانت بتذاكر التربوي تحفظ عناوين وانت تفهم اللي تحتيه، تحفظ اول كلمه وتكرر الباقي، لان التربوي هتلاقي كتير دش كتير، فلو قعدت تحفظ الدش كتير دوت هتتعب. فانت احفظ مثلا ايه فوائد التدريس المصغر، فوائد التدريس المصغر 10، طب ال10 دول هتعمل بيهم ايه؟ احفظ اول كلمه من اول كل سطر وكون بيهم كلمه. يعني المصاريف كان السنه فاتت 250 ادبي و350 علمي، السنه دي بقت 550 ادبي و750 علمي تقريبا. هو يعمل حسابه في كده، يعني هي الادبي 539 وعلمي 739، يعني هو رقم واحد محاضرتك، رقم اتنين كتاب الدكتور، فاهماني؟ الدكتور مش هيجيب حاجه من بره المحاضره اللي اديها، خلاص؟ حتى لو هو كاتبها في الكتاب، بس هو ركز على ايه؟ احنا بنقول اللي ركز عليه الدكتور هو اللي بيجيبه، ما بالك بقى باللي اداه في المحاضره، فده مش هيخرج عنه الامتحان خالص. طالما الدكتور نزل كتاب مفيش اي حاجه تخليك ترجع للمراجع، يعني انت مش احسن من الدكتور، خلاص هو رجع للمراجع كلها وجمع لك كل حاجه في الكتاب وكتب لك المراجع دي كلها في الكتاب. بالنسبه لاقسام اللغات بتبدا يعني بتخرج حاجات ثانيه، يعني قسم مثلا لغه عربيه بيخرج مدرس لغه عربيه وممكن يخرج مصحح لغوي اللي هو مثلا مراجع لغوي في جريده في موقع الكلام ده كله. قسم لغه انجليزيه يعني بيلاقوا شغلهم اكتر في مثلا ممكن خدمه عملاء في شركات بيكونوا محتاجين اللغه، تمام؟ انت معاك لغه هتشتغل في اي حته، خلاص؟ نفس الكلام في الماني، ممكن تشتغل مترجم وممكن تشتغل مدرس، فرنساوي نفس الكلام، تمام؟ قسم تاريخ ممكن يعني بتعمل دبلومه ارشاد سياحي ممكن تشتغل مرشد، بس هو حاليا يعني في اثار وفي اداب اثار والكلام دوت فملوش لازمه قوي. في قسم جغرافيا ممكن تشتغل مساعد مهندس في المساحه والكلام دوت، تمام؟ اقسام علمي سمعت ومش عارف الموضوع ده لسه موجود ولا مش موجود، ان هو ممكن يعمل دبلومه تحاليل فاهمه ويبقى زيه زي بتاع علوم، ان هو يشتغل في معمل تحاليل والكلام ده. بس في دكاتره يعني بتوصل المعلومه 90% من الدكاتره بيوصلوا المعلومه ويخليك فاهم كويس، في دكتور ممكن ما يقدرش ينزل لمستواك، انت اللي لازم تطلع لمستواك. بس انسى بقى ان الكليه صعبه، انت خلاص ده قدرك ونصيبك واللي ربنا كاتبه لك، قول الحمد لله. ولو رضيت باللي ربنا كاتبه لك يعني ايه ربنا هيذهلك باللي هيديه لك بعد كده.